والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء بلقياكم إن شاء الله تعالى في هذا الجمع الطيب المبارك. بيننا الشيخ سعيد المحدثي حفظه الله تعالى، نشكر له هذه الزيارة باسمكم وباسم جميع المسلمين هذه المنطقة على مجيئه وتشريفه إيانا، ونحن إن شاء الله تعالى نريد أن نضع لبنة في العلاقة مع أخينا إن شاء الله تعالى لنستفيد منه ومن علمه ومن جهلته إن شاء الله تعالى. J'étais en train de souhaiter la bienvenue à notre cheikh. Et Thoubane, cheikh Mahdifi, est le mudir du Na'had du Coran au château Chino, où il enseigne la langue arabe et les savoirs du Coran, et moujaz qira'at al-ashr من الشيخ أيمن سويد، دكتور أيمن سويد هو الشيخ ديالو، ثم من سوريا قرأ كذلك العلوم الشرعية في سوريا وموجز كذلك من مشايخ هناك، وشرفنا وتشريفه إيانا تشريف للقرآن وتشريف لحملة القرآن، وهو قد عودنا التواضع وهذا هو دأبه حملة القرآن، فجزاه الله تعالى خيرا. الأخ سي لو ديريكتور في شاتو شينون تاع لي سيونس دو القرآن، لا ليكتور دو القرآن، إي إل أنسيغ لا لانغ عرب، كو سي أون إنستيتيو مسلمان كي فورم لي زيمام أون فرانس، و أو ميم تون إل إي إل أ أون ليسونس دون لي 10 lectures en termes du Coran. Son cheikh, il est très connu, cheikh Dr. Ibn Souleym, Allah Ta'ala. Ainsi, il était en série pour faire la même chose, il était là-bas pour apprendre la science juridique. Et là aujourd'hui, il vient inshallah ta'ala pour nous rendre visite. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجيء inshallah في ميزان حسناتك inshallah ta'ala. وموضوع المحاضرة le sujet نتاع l'intervention c'est la méditation نتاع القرآن, l'influence de la méditation du Coran dans la vie d'un musulman, inshallah ta'ala. Fashaykh, faliyatafaddal mashkoura. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa fa wassalatu wa atamu tislima ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi fahli sadri wa yassir li amri, wa hlil aqtum min lisani yahqahu qawli. Ma ba'd, alhamdulillah azza wa jalla wa nashkuruhu ala jama'ana fi bayt min buyutillah على كتابه الكريم، فشعارنا القرآن يجمعنا. وأشكر الشيخ عبد الصمد على هذه الدعوة وعلى حرصه على حضوري في هذا المكان الطيب، وأشكر جميع الإخوة الذين يعملون في هذا المسجد، وكذلك جميع المدرسين والآباء على هذه الجهود الطيبة لتعليم الأبناء. ما شاء الله عندكم في تفاوت كبير بين الأولاد وفي نتائج جيدة، الولد يحفظ ربع القرآن بإتقان ويتقن التلاوة، هذا شيء يثري الصدر خصوصا عند البنات. فبنت اليوم هي مدرسة للغد، هي أم الغد، ومتابعة الأولاد من طرف أمهات أكثر بكثير من الآباء، يكونون مشغولين بالعمل الخارجي، فهذا إنجاز كبير. والحمد لله إحنا عندنا عودة مباركة كل العادة من طرف النساء إلى كتاب الله عز وجل. قديما كان الرجال فقط يحفظون القرآن، عدد النساء قليل جدا، أما اليوم فما شاء الله في منافسة شديدة في حفظ القرآن. نحن عندنا عدد كبير من ممكن إذا قلت أكثر من 40 مجازة القرآن الكريم لا أكون مبالغ، أكثر من 40 إجازة سلمت للطالبات أو أكثر،
مجازات اللي عندنا أستاذات مجازات مدرسات للطالبات والحمد لله هذا شيء يفرج الصدر لأن جورني صلى الله سبحانه وتعالى في هذه cette réunion que l'on nous facilite Inch'Allah pour être dans sa maison dans cette mosquée et je remercie aussi Cheikh Hassan qui m'a invité pour cette rencontre Inch'Allah et on est ici pour le Coran Alhamdulillah c'est ça notre but on doit connaître Alhamdulillah ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné on va protéger le Coran maintenant ça fait 14 siècles et demi que le Coran a été révélé et toujours protégé. Le Coran n'est pas pour nous, mais pour l'humanité. Il n'est pas que pour les musulmans, le Coran. On doit transmettre le Coran pour tout le monde, au maximum possible. Le Coran, c'est un livre pour notre vie. C'est nous avons le Coran Karim. La hayat lana bidouni كلام الله عز وجل الناس الذين لا يؤمنون بالقرآن الذين لا يتدبرون القرآن هم في تعداد الموتى لا يعتبرون منا الأحياء لأنهم فقدوا الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية هي القرآن الكريم هذه الروح في الجسد هي في سجن في قفص القرآن الكريم هو الذي يحييها هو الذي يخرج هذه الروح من هذا الجسد فهذه الروح داخل الجسد هي عبارة عن روح في قبر متنقي فهذا حتى تحيا هذه الروح داخل الجسد لابد من روح خارجية وهذه الروح هي الوحي فلذلك عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فالروح الخارجية تحيي هذه الروح التي هي داخل الجسد وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ويقول الله عز وجل نزل به الروح الأمين من هو الروح هنا؟ جبريل لماذا سمى الله عز وجل الروح؟ لأنه يأتي بحياة القلوب يأتي بالوحي والوحي هو حياة الناس بدون وحي في ظلام الناس بدون وحي في قبور كما سمعنا حد الشيوخ في قبور متنقية يعني واحد ميت وروحه في جسده روحه في قلبه والجسد هذا قبر متنقي حتى تحيا هذه الروح لابد من الوحي الذي انزله الله عز وجل من اجل احياء قلوبنا والله عز وجل يقول يا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا دعاكم لحياتكم اذا اردتم ان تحيوا حياه طيبه حياه حقيقيه لابد ان تحيوا بالقران فنحن مقصرون في تبليغ القرآن الكريم للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس ما قال لأنفسكم بعثنا من أجل أن نبلغ هذا القرآن اقرأ عليه القرآن اختر آيات مناسبة في وقت مناسب وقرأ الترجمة وانتهى الموضوع لا تزيد ولا تنقص كلام الله عز وجل تقرأه على كل الناس تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القرآن لابد أن نبلغه لكل الناس بالحكمة وبالموعظة وبالتي هي أحسن من أجل ماذا؟ حتى يحيي الناس سعادة الآن نحن نعيش في شقاء في عالم لماذا السبب؟ السبب هو يعود إلى عدم الاستفادة من هذا القرآن العظيم نحن هاجرنا القرآن الكريم حتى لو قرأنا حتى لو حفظنا نحن هاجرناه ورسول اشتكى من هجر القرآن وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إذن حياتنا في ماذا؟ في كلام الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون الذين يستجيبون للقرآن هم يسمعون وأحياء والموتى أي الذين لا يستجيبون هم موتى لأنهم لا يستجيبون وحيث تناديه ولا يستجيب هذا ميت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى أي الذين لا يستجيبون للقرآن هم موتى وسيبعثهم الله والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Le Coran c'est notre vie. On est mort si il n'y a pas du Coran. Si on ne croit pas au Coran, si on n'applique pas, on ne médite pas le Coran. Si on n'applique pas le Coran dans notre vie, on est mort. C'est ça notre vie réelle. La vraie vie c'est le Coran dans le Coran.
de suivre le Coran, de méditer le Coran. On a beaucoup de maintenant situations difficiles, des épreuves. On a beaucoup d'épreuves et nous avons la solution. La solution, c'est le Coran. Allah a dit أَوَلُمْ يَكْفِي أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. القرآن يكفي لحل جميع المشاكل. يكفي لإسعاد البشرية. القرآن suffit pour résoudre les problèmes des gens. Le problème, c'est notre relation avec le Coran. C'est ça en fait notre vie, c'est pour ça qu'un homme et le Coran, une âme. Nous avons révélé une âme. Allah a nommé Jibril alayhi salam l'âme. Pourquoi? Parce que il vient avec la révélation. La révélation, c'est l'âme pour les cœurs. C'est la vie pour les cœurs. C'est pour ça que celui qui ne croit pas dans le Coran, c'est comme c'est son corps, c'est la tombe pour son âme. Cette âme a besoin d'une âme extérieure qui est la révélation. وصف الله عز وجل بالنور الذي يريد أن يمشي في النور عليه أن يمشي في نور القرآن وأول من مشى في القرآن بنور القرآن هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من مشى في نور القرآن فإذا أردنا أن ننجو وأن نكون في نمشي في النور في الدنيا وهذا النور له تتمة يوم القيامة يعني الذي لا يمشي في نور القرآن في الدنيا لا يجد نورا يوم القيامة للسير إلى الجنة هذا النور الذي هو في الدنيا له استمرار الله يقول وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا ويقول عن العصر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فالنور هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب والقرآن فالقرآن نور والنبي صلى الله عليه وسلم نور لأنه يمشي في نور القرآن فإذا أردنا أن نمشي في النور والنور بمعنى الاهتداء الاهتداء إلى الطريق المستقيم عبادة الله عز وجل عبادة صحيحة وبإخلاص هذا هو النور السير في طريق الله عز وجل إذا أردت أن تسعد وأن تستفيد من حياتك سير في هذا الطريق سير في الطريق المستقيم والله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل نمشي في هذا الطريق المستقيم في هذا النور المبين ونحن في كل صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم. الله أنهم يرسلكم une lumière claire. Et le Coran, le Rasoul, c'est aussi une lumière. Parce que celui qui a pratiqué le Coran, c'est notre exemple à suivre. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a posé la question à Aïcha sur le comportement du prophète, elle a répondu son comportement et le Coran. Son comportement et le Coran. Tu veux connaître le comportement du prophète, il faut lire le Coran. Toutes les bonnes qualités citées dans le Coran, c'est pour la personne qui a appliqué. On trouve ces qualités dans le prophète. Les mauvaises qualités, le plus loin de ces mauvaises qualités. C'est ça le Coran. Le Coran, c'est pas selon le. Il y a des gens, le Coran, c'est des choses qui m'arrangent, c'est les envies. J'ai envie de faire ça, je le fais. Tu lui dis que pour faire la prière, il peut faire la prière. Mais sadaqa, non, je ne suis pas certain. Parce qu'il y a beaucoup de charges, non, c'est mon argent, j'ai travaillé pour ça. Non, il n'y a pas la différence. Après, mon salawat ou zaka. Il y a des gens, mashallah, ils font la prière, ils font le zaka. Mais tu lui dis, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu dois le pardonner. On va lui dire, faire force par contre. Non, je ne le pardonne pas. Mais le Coran te dit, فمن عفا واصلح فاجره على الله. Le Coran te dit, العافي عن الناس. C'est pas le Coran, tu vas. Sinon, disons, si tu as envie de faire quelque chose, bah, là, dans ce cas-là, tu n'adores pas Allah. Tu adores ton ego. Tes envies. Après, la raïta, man ittakhadha ilaha hu. Même si, مرة واحد قال لي, تخصم مع وقتك, تصالحه وكذا. يعني يقدر يغلط وكذا قال لي لا والله ما اسمح قلت له قال لي لا مشى للجنة وانا ما نمشيش معاه يعني قلت له انا اللي تمشي للجنة قال لي حتى المكان اللي غادي يدخل للجنة اذا كنت ما وانا ما ندخلش للجنة اخذته العزة بالاثم نسأل الله السلامة هذا
الإنسان ينبغي هذا إذا أردنا هكذا هكذا نحيا حياة طيبة. اجتنبوا كثير من الظن، لأن واحد يقتل الآخر عارف يظن يصير به الظن، يقول هذا خرج عن الطريق هذا كافر بسم الله لابد. الله يقول اجتنبوا كثير من الظن، ينبغي تسيء الظن بنفسك وأن تحسن الظن بالآخرين. ينبغي أن ترى نفسك أنك أضعف الناس وأنك ربما لا تقتل أحدا من الناس، مهما كان. أنت لا تعرف خاتمتك ولا تعرف خاتمته. المؤمن خير من الكافر، أصحاب الجنة خير من أصحابنا، ولكن أنت ما ظننت نفسك أنك من أهل الجنة، وما استطيع أن تحكم على أحد أنه من أهل النار. يمكن هذا الكافر اليوم غدا يسلم ويؤمن ويصبح خير منك، ويمكن أن لا تدري ماذا يفعل الله بك. فلذلك الإنسان دائما يدعو الله بحسن خاتمة، ودائما ينظر إلى الناس نظرة رحمة، هكذا نظرة نقول. فبما رحمة من الله منك لا، هذا هو نور القرآن. تعلم القرآن سي دو براتيكي entièrement. C'est pas il y a des choses tu jeûnes en un jeûne, tu fais la prière, non, je pourrais faire la prière, je peux passer trop ça par jour. Mais on fait la prière, on donne le zakat, mais tu pardonnes à ton frère, je ne le pardonne pas, il m'a fait du mal, non. C'est à lui qu'il doit venir demander le pardon, je ne le pardonne jamais, mais il dit Allah dans le Coran, il m'a fait un nes, tu peux pardonner, frère. Allah est un pardonneur. Est-ce que tu es bien qu'Allah va te pardonner tes péchés? On est bien, mais tu dois aussi pardonner pour lui. Pour les autres, pour la récréation d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être avoir la miséricorde envers les créatures. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. Tu ne vois pas que tu es mieux que les autres. Tu ne sais pas ta finalité, comment tu vas mourir, et l'autre comment il va mourir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui entre. Toi et Allah, la relation entre toi et Allah, la relation entre. La personne est à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. L'atqana, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais entre nous, c'est qui le plus peu parmi nous? C'est pas. Il ne faut jamais négliger une personne, de penser du mal et d'une autre. Il ne faut pas penser que les gens ils sont tous égarés, toi tu es dans le chemin. On essaie d'être dans le chemin, on demande à Allah qui va nous guider dans le chemin. Il faut être modeste avec. Les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut essayer de sauver les gens du châtiment d'Allah. Il ne faut pas dire ouais, ils sont des mécréants, ils ne sont pas des musulmans, ils vont aller à l'enfer. Il faut essayer de travailler jour et nuit, en réfléchir comment on peut sauver les gens autour de nous, comment on peut transmettre cette lumière, cette vie, cette âme qui est le corps. Parce qu'on dit, balé wa amin alo, allez. وكذلك الله عز وجل وصف القرآن الكريم بصفات كثيرة، ويقول الله عز وجل فضل كلامي على سائر الكلام كفضل عز وجل على سائر البشر، فضل كلامي عز وجل على سائر الكلام كفضله على سائر البشر. يعني لا يقال الله عز وجل بخلقه في صفات الكمال سبحانه وتعالى، وهكذا كماله يعني كلامه أكمل كلام، فكلام عظيم، يعني هذه نعمة عظيمة الله القرآن بين أيدينا. لابد نشعر القرآن الكريم كتاب عظيم. لو أنزل الله عز وجل، انظر الجبل لا يستطيع أن يتحمل القرآن، الجبل يخشع ويتحرك بكلام الله عز وجل ويتشقق ويتصدع، فالجبل مع ثقله لا يتحمل كلام الله عز وجل. وقلوبنا غافلة، يعني الجبل يتأثر وقلوبنا لا تأثر، هذا مشكل كبير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني كيف يخشع الجبل القرآن وقلوبنا وهي لينة ولطيفة ولا تخشع لكلام الله عز وجل؟ لابد أن نراجع قلوبنا مع كلام الله عز وجل، كما قال أحد السلف الصالح، لو طهرنا قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا، لو طهرنا قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. إذن là on doit, qu'est-ce qu'on doit faire pour le profiter du Coran, le devoir envers le Coran? Allah a dit وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بمعنى قومي هجروا القرآن، وهجر القرآن على عدة مراتب.
القرآن هو عدم الإيمان. هذا أسوأ نوع من أنواع هجر القرآن، هو الكفر بالقرآن. وهناك أيضا هجر واحد يؤمن بالقرآن لكن لا يقرأه، يقرأه في الصلوات إذا صلى، يصليش يعمل يقرأ القرآن لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، حتى في متعة يجيب وش يروح يقرأ عليه، لتنذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا، ويحق قوله على الكريم. هذا أيضا هجر، أن واحد يؤمن به لكن لا يقرأه، واحد يقرأه يؤمن به يقرأه ولكن لا يتدبره، هذا أيضا نوع من هجر القرآن. هذه الأنواع ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا نوع من أنواع هجر القرآن. فذلك الله عز وجل قال: الكتاب نزلناه إليك مبارك ليدبره. نحن حقيقة في يعني أعظم المسلمين اليوم يهتمون بقراءة القرآن بالحفظ، الحمد لله شيء جميل في أجر كبير، لكن لا يكفي، لابد من التدبر. الله ما أنزل القرآن للقراءة فقط، القراءة عبادة عظيمة والتدبر عبادة عظيمة كذلك. لماذا نقرأ؟ نقرأ من أجل التدبر. هل أنت تقبل أن تقرأ أي كتاب أو نقرأ ابنك أي كتاب ولا يفهم منه شيئا؟ يقرأ بدون أن يفهم، فقط يقرأ. ونحن لا نقرأ القرآن، مشكلة ليس أننا لا نفهم، لا نفكر أن نفهم، فقط نقرأ. يعني لا يخطر ببالنا ينبغي أن نفهم ونجتهد أن نفهم ونعود إلى كتب التفسير حتى نفهم كلام ربنا، حتى نعمل به. وكثير من الحلول نجدها في القرآن الكريم، وكثير من الناس يبحثون مباشرة في الأحاديث، كلام الرسول واحد من عندما يفسر القرآن، يكمل كلام الله عز وجل، يشرح يعني القرآن كامل لا يحتاج إلى تكمل، لكن يشرح المبهم منه ويفصل ويبين، لكن ننطلق من كلام الله عز وجل، نبحث في القرآن الكريم. فإذا وجدنا إذا لم نجد نبحث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس تشوف مباشرة إلى الأحاديث، وهذا جيد، لكن لابد أن تمر أولا بالقرآن العظيم هو المصدر الأول، ثم تنظر تذهب إلى السنة. فلذلك القرآن لا ينبغي فقط قراءة، قراءة وحدها لا تكفي. كتاب أنزل الله إليك مبارك ليتدبروا. الآن المشكلة كيف نتدبر القرآن الكريم؟ كيف؟ نقول جماعة إن شاء الله أديل وقال الفوز عصام أدي ما كوميونتي على الدرس في القرآن إن شاء الله درس نقول القرآن et le fait de délaisser le Coran il y a plusieurs degrés. Le degré le plus mauvais, c'est de ne pas croire dans le Coran. Deuxième degré, on croit dans le Coran mais on ne le lit pas. Troisième degré, on lit le Coran mais on ne médite pas. On apprend le Coran par cœur mais on ne le médite pas. Maintenant, si je vous pose la question, c'est qui connaît la Sourate Al-Allah, vous allez tous lever les mains. Si je vous pose la question, qu'est-ce que signifie Allah As-Samad, le mot As-Samad, qu'est-ce que signifie? Il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont répondre à cette question. Ça veut dire il faut méditer. Depuis longtemps qu'on a appris cette sourate, pourquoi on n'a pas posé la question? Qu'est-ce que ça veut dire Allah As-Samad? Le mot As-Samad, ça vient d'où ce mot As-Samad? Falaq, ghasiqin, idha waqab, nafathat, qu'est-ce que c'est le ghasiq? Etc. On a dit Allah, on a dit Allah, on a appris beaucoup de sourates depuis longtemps, on n'essaye pas de comprendre les sourates là. Pourquoi? On apprend pour comprendre. Le Coran est révélé pour le méditer. La méditation, c'est plus que la compréhension. C'est la compréhension de la raison avec la compréhension du cœur. Quand le Coran est, le cœur est touché par le Coran, c'est ça la méditation. Quand on comprend, il y a une réaction, il y a le cœur qui est touché par le Coran, c'est ça la méditation. Parce que Allah a dit dans le Coran, « Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha ». Donc, on doit pour méditer le Coran, c'est le cœur. Il y a la raison. Il y a le cœur. La raison du cœur. Il y a deux choses. Et on comprend avec le cœur. On peut me dire, ouais, mais la raison est là.
Parce que quand on a peur, qu'est-ce qui bouge? C'est le corps qui bouge. Parce que ça devient le corps est conscient, il comprend. Il y a la compréhension du corps et la compréhension de la raison, de l'aql. C'est ça l'aql. C'est pour ça qu'on doit être nos cœurs doivent être touchés par le Coran. Mais être touché, il faut déjà le comprendre. On commence par la compréhension, après la présence du cœur avec le Coran. Le Coran, c'est les paroles d'Allah. Quand tu lis le Coran, c'est Allah qui te parle. Quand Allah en entend Ya ayyuhal ladhina amanu, ou les croyants, il faut écouter. Si tu es un vrai croyant, tu dois écouter. Tu n'entends pas Ya ayyuhal ladhina amanu, t'es ailleurs. Tu penses dans toutes choses sauf dans la récitation. Donc, des fois, on entend le Coran, mais on est ailleurs. Le corps, on entend plusieurs sourates, plusieurs versets, le corps n'est pas touché. Pourquoi? Il y a plusieurs motifs, je vais les citer, Inch'Allah, pour comment on peut méditer le Coran, les moyens de méditer le Coran. La première chose, il faut enlever les cadenas qui sont sur le cœur pour laisser le Coran rentrer dans les cœurs. Ne méditez pas le Coran. Est-ce qu'il y a des cadenas sur les cœurs? Les cadenas là, il faut les chercher. Sont lesquels les cadenas? On a des cadenas sur les cœurs. C'est quoi les cadenas qu'on a sur les cœurs pour bien méditer le Coran? Il y a plusieurs cadenas. J'ai essayé de chercher dans plusieurs tafsirs. J'ai trouvé dans tafsir Ibn Ajib, Bahr al-Madid, qui tafsir le Coran al-Ajib, qui tafsir le Coran al-Ajib. Il a dit, les cadenas là, on peut les résumer dans quatre choses. La première, c'est Hub al-Ri'asa. Hub al-Ri'asa, c'est-à-dire pas être président, vous êtes dans l'association, le président de la République. Non, c'est pas ça. Hub al-Ri'asa, ça veut dire, t'as la même chose qu'Afdal min ghayrika. Il a voulu d'un itabi'a kinas, t'as une Afdal min ghayrika. C'est Hub al-Ri'asa. L'égoïsme, tu crois que tu es mieux que les autres. Quand tu crois que tu es mieux que les autres, tu ne vas jamais méditer le Coran. Parce que tu es un orgueilleux. Et il faut purifier le corps de l'orgueil pour bien méditer le Coran. S'il y a l'orgueil, le Coran ne rentre pas. Parce que le Coran est saint. C'est les paroles d'Allah. Pour purifier le cœur de l'orgueil. C'est la première chose. L'amr thani, قال ارتكاب المحرمات. Faire les péchés. Quand tu ne te contrôles pas, tu dis n'importe quoi. Et tu regardes n'importe quoi. Tu écoutes n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Comment tu peux méditer le Coran? Tu regardes pas, est-ce que ce que je fais là maintenant, est-ce que c'est un péché ou c'est une. C'est un péché ou c'est pour satisfaire une satisfaction dans notre travail. Et tu dois le contrôler pour bien éviter le Coran. Il y a des virus qui rentrent dans le cœur. Quand il y a des virus, on n'arrive plus à être concentré. C'est comme un portable. S'il y a des virus, il faut le nettoyer. Il faut avoir des antivirus. Et les antivirus, c'est ça, de méditer le Coran. Il faut éloigner les péchés, c'est ça, avoir un contrôle intérieur, un contrôle divin. Tu es tout le temps avec Allah, tu contrôles tout ce que tu peux même pas un second. Tout ce que tu fais, c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles, tu dis bien aujourd'hui, tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, tu maîtrises bien ton travail, tout ça, ça rentre dans le dans la méditation du Coran. Tu prépares ton cœur pour méditer le Coran. Et troisième chose, c'est la tibar pour nafs, suivre les désirs de l'âme. Si on peut dire ça, les envies, suivre tes envies. Tu ne fais pas la séparation entre les choses qui sont haram et les choses qui sont impa. Tu as envie de faire quelque chose, tu fais, tu n'as pas envie, tu ne fais pas, tu ne regardes pas. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi c'est un obstacle, c'est un cadenas sur le
الأمر الرابع قال هو كثرة الشواغل. كثرة الشواغل يعني واحد يقرأ القرآن ولكن باله مشغول. عندما يقول صلى الله أكبر يبدأ القرآن أو يجلس على المستشفى يبدأ هنا يبدأ يفكر. الشيطان يذهب ولكن هو نفسه تبقى يعني توسوس له. هل اتصل بفلان ذهب للسوق فعل كذا فعل كذا يأتي كل يعني في قراءة القرآن يفكر في كل شيء. فليس معنى تدبر القرآن يعني عندما تقرأ القرآن ينبغي أن تنسى كل شيء. أنت أمام كلام رب العالمين. ليس من الأدب إذا كلمك شخص أن لا تنصت إليه واحد يكلمك وأنت قاعد مكتشف فيه مشغول. قل لك أنا ما مش مؤدب. هذا معنا مع الإنسان. معنا. وكيفاش الله عز وجل يكلمنا وإحنا قاعد مكنسمعولوش. وأنت إذا كلمت شي واحد ما سمعلوش ما تقبلهاش منه. ونقبلوا الله عز وجل يكلمنا نقرأ القرآن يكلمنا ونحن عنه غافل. هذا أمر خطير. تسمع القرآن وأنت مشغول. بأمر آخر الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله. سمعت كلام الله عز وجل لا تقدموا شيئا اخر. سمعت كلام الله لا تقدموا شيئا اخر. من كثره الشواغل. وفي بعض الاسباب الاخرى لا بد منها من اجل تدبر القران، بعض الادوات لا بد من تحصيلها من اجل اذن هذه الامور التي تكون اقفالا وتجعل بينك وبين تدبر القران عائقه. هذه العوائق لا بد من ازالتها. بالاضافه الى ازاله هذه العوائق لا بد من دراسه لغه القران. ويقول انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. كيف نعقل القران نحن لا نعقل لغته ولا نتعلم لغته؟ إذا أردنا أن نفهم كلام رب العالمين أن ندرس القرآن، ندرس لغة القرآن. إنا أنزلناه القرآن العربي لعلكم تعقلون. الآن إذا سألت كثير من الناس يتعلمون الإنجليزية من أجل الأعمال الدنيوية ويتقنونها ولكن لا يتعلمون العربي فهو صعب. لماذا؟ لأنه يظن الإنجليزية تساعده ويقضي به حوائجه في الدنيا. القرآن العربي لغة القرآن لابد أن نبذل جهد من أجل أن نتعلمها. Pour bien méditer le Coran, il faut apprendre la langue du Coran, la langue arabe. On a des moyens, alhamdoulilah, pour apprendre l'arabe. Même chez toi, à distance, il y a des instituts, tu peux suivre des cours à distance. Chez toi, tu as une heure par jour pour faire des cours, chaque jour, 5 heures par jour. C'est même pour apprendre la langue du Coran, pour méditer le Coran. C'est un investissement très important. Un investissement pour méditer le Coran. Pour être touché par le Coran. La traduction n'est pas du Coran. C'est bien de lire la traduction, c'est qu'on comprend bien l'arabe. On doit lire la traduction pour comprendre. Mais ça ne suffit pas la traduction. La traduction n'est pas du Coran. La traduction, c'est la compréhension du traducteur. Ce n'est pas des paroles divines. Allah n'a pas dit « Oli croyant ». Allah a dit « Ya yodhina amanu ». Yodhina amanu n'est pas « Oli croyant ». On ne peut pas traduire tout. C'est une approche du traducteur selon sa compréhension. Pour bien méditer. Il y a des choses, on ne peut pas les traduire. On dit chaque traduction, c'est une trahison. La traduction, c'est une trahison. L'Injil, comment elle a été falsifiée? À cause de la traduction. Quand on traduit, on n'a pas le texte originel. À chaque traduction, on ajoute, on supprime, on ajoute, et après, des comptes, beaucoup de règles. Le Coran ne sera pas, le Coran, on ne peut pas le falsifier, le Coran sera protégé parce que il a dit dans le Coran Inna nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Allah a protégé la révélation. Le Coran et la traduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est protégé. Pas falsifier, pas ajouter, ni de diminuer. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts pour nous-mêmes et pour nos enfants. Pas croire que le Coran est que pour les enfants. Vous devez venir apprendre le Coran. Il y a beaucoup de parents, inchallah, ils sont motivés pour apprendre, enseigner leurs enfants. C'est très important. Mais vous aussi, vous devez apprendre aussi le Coran. Vous devez être exemple pour vos enfants. Le Coran n'est pas que pour les enfants. C'est déjà pour les adultes avant les enfants.
faire, pour venir, pour voir la modestie, faire des efforts, pour venir avec l'imam, pour apprendre, améliorer la lecture, avancer dans le Coran chaque semaine une partie. Le Coran n'est pas que pour les enfants. Et aussi, quand on enseigne les enfants, on doit leur expliquer les sourates, c'est très important. Ils vont comprendre. Déjà, on lui dit de lire la traduction avant d'apprendre la sourate, pour comprendre déjà l'essence des versets. Moi, j'aimerais bien la prochaine fois, il y aura Moussa Barra sur la compréhension des sourates. On lui dit, donc, qu'est-ce que ce verset, cette sourate, ça parle sur quoi? Et on va lui lire un verset, il va le traduire, pour lui pousser à comprendre déjà, pour méditer. Et ça, comme je dis, c'est juste une... Au début, on commence par la traduction, mais plus loin, il faut avoir un but d'apprendre l'arabe, maîtriser l'arabe pour bien méditer le Coran. Ça mérite, enfin, la langue du Coran, la langue de Jannah. Parmi les moyens de la méditation, de choisir le temps et l'endroit, c'est important. Quand tu vas lire, par exemple, devant le Kaaba, tu lis « Fali'abudu Rabba hadal bayt » Le bayt est devant toi, la maison d'Allah, la maison sacrée d'Allah. Mais pas comme tu vas lire à n'importe quel endroit. Quand tu vas lire « Wa idh yarfa Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka tasmi'u 'alim » Le Kaaba est devant toi. Quand tu vas lire لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وامنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا c'est important de lire partout le Coran, mais il faut choisir. Si on arrive à trouver un temps, un moment avant, entre les prières, avant la prière, de venir à la mosquée, de lire le Coran, tu es dans la maison d'Allah, tu es vers le Qibla, tu lis le Coran. Mais pas comme une lecture dans ta voiture, ailleurs, ou chez toi. Tu vas être plus concentré, tu vas avoir plus tu vas mieux méditer le Coran. Et le temps aussi, c'est important. Lire le Coran pendant le jour, c'est important. Mais pendant la nuit, est plus important. La lecture du Coran est plus importante pendant la nuit que pendant la journée. Allah nous a dit, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا القرآن قول ثقيل جبل لا يتحمله فكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الجبل لأنه تحمل وكيف تحمل القرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا كان يتحمل القرآن ممكن يقوم عليه كان يربي نفسه بقيام عبادة الليل إن نشأة الليل هي أشد وطئا أي إن العبادة التي تنشأ في الليل أشد تأثيرا على القلب وأقوم قيلا وأقوم قولا وأستر على القلب لماذا؟ لعدم الشواغل لأن عندما يقوم الليل خاصة قبل الفجر أو في وسط الليل الجوالات مغلقة الهواتف مغلقة الناس نائمون الدكاكين مغلقة والهدوء والسكينة فعندما تقرأ في الليل يخشع قلبك وأنت مشرح فستتأثر بالقرآن وتدبر القرآن أكثر من قراءة النهار إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا أمن هو قانت آناء الليل أمن هو قانت هذه همزة استفهام همزة النداء النداء للقريب فإذا كان المنادى بعيد تقول له يا زيد إذا كان قريب تقول له أزيد إذا كان قريب تقول له أمحمد هذه عربية فصحى أمحمد يعني يا محمد إذا كان قريب تقول له أمحمد أأحمد أو أأحمد المنادى القريب أمن هو قانت هذا معنى من المعاني التي ذكرها المفسرون الهمزة للمنادى القريب الله عز وجل يناجي عبده إذا قام في الليل ويقرأ القرآن يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون أمن هو قانت أن الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا هو العلم الحقيقي العلم الحقيقي هو عندما تهتدي
كثير من الناس on leur pose la question pourquoi vous prenez le Coran. Oui, je l'apprends parce que le Coran a du ajr. Le Coran, oui, c'est on a du ajr. Mais le Coran, on l'apprend parce qu'il y a notre guidance. C'est pour la guidance, pour nous, pour guider les autres. Hudan lil muttaqin, on apprend le Coran pour marcher dans cette lumière ici bas, pour la guidance du Coran. Parce que quand on lit le Coran, la nuit, cette lecture a l'influence plus sur le corps que la lecture de la journée. On doit choisir le temps, choisir l'endroit. Maximum en fait. Tu peux lire partout, hein, même dans ta voiture. Tu peux lire, être concentré, être touché par le Coran, mais quand tu lis pendant la nuit, c'est plus important. Et aussi, une chose très importante, حتى نتدبر القرآن عندما نقرأ القرآن نشعر أو نستشعر أن الله عز وجل يخاطب كل واحد منا عندما يقول الذين آمنوا معنى الله يكلمني أنا بنفسي رب العالمين خالق الكون يكلمني وأنا غافل. فلا بد أن نضع أنفسنا في موضع موسى عليه السلام عندما كان يخاطب إذ رأى نارا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي انكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لا تشغل بأمر آخر فاستمع لما يوحى. فنحن نقرأ القرآن لابد أن نستمع لما يوحى, نستمع لما وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل وحي إلي لو استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا. استمع فقط, استمع وسمع, يعني واحد سمع يعني غير ماشي وسمع, استمع يعني وقف وانتبه وأنصت, استمع في تاء زائدة والزيادة في المبنى يدل على الزيادة في المعنى استمع, بمعنى لم يفكر في شيء آخر, لم ينشغل بأمر آخر. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. سنتم القرآن دو إيكوتي و دو نو ميتر على بلاس دو موسى عليه السلام و دو نو بار ديريكتومون الله ينو بار سي لي بارول دالله كونت اون لي القرآن. Il faut oublier l'intermédiaire, il faut oublier celui qui récite, le récitateur. Il faut entendre les paroles d'Allah Ta'ala directement. C'est Allah qui nous parle. Il faut oublier qu'il est en train de lire. Non, c'est qui parle? C'est les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme Imam Malik a dit, Sami'tu Rabbi yaqul, plusieurs chefs, plusieurs savants, j'ai entendu Allah dire. J'ai entendu Allah, c'est-à-dire j'ai lu le Coran, j'ai trouvé ça dans le Coran. Quand tu rentres chez toi, tu dis Masha'Allah, la quwwata illa, il l'a dit là pourquoi? Parce qu'il a dit j'ai entendu Allah a dit dans le Coran, wa lula yadakhilta jannata ka quwwata Masha'Allah, la quwwata illa billah. J'ai entendu Allah a dit, quand tu rentres dans ton jardin, tu dis Masha'Allah, la quwwata illa billah. Et quand on entend un livre quelque chose dans le Coran, on doit avoir la sincérité. Que ce qu'Allah a dit, on va le voir. Tout ce qu'Allah a dit dans le Coran, un jour on va tout voir. Et tous les nabaïs sont stables. C'est ça en fait, c'est très important de sentir que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle directement. Il ne faut pas penser ailleurs. C'est Allah qui parle, on doit écouter. On doit écouter, on doit être concentré, on doit méditer le corps. Et quand le corps est touché par le Coran, c'est ça la porte pour le bien. La porte pour me faire les clés. C'est la clé pour tout le bien. Le corps est touché par le Coran, c'est le corps qui est le roi du corps. C'est lui qui donne l'ordre pour le corps d'être dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on... Des fois, un seul verset, ça suffit. Si on arrive à méditer un seul verset, ça suffit pour être dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala.
pour changer sa vie. Repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en fait, quand le Coran, on arrive à le Coran, le corps, il arrive à être touché par le Coran, c'est ça la solution. Là, on peut résoudre nos problèmes, on peut avoir une vie. On appelle ça heureuse. On peut avoir une vie heureuse si on médite bien le Coran. Parce que quand le corps est touché par le Coran, là, on nous contrôle, on est avec Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, on est tout le temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, Hayat al-Tayyiba, la vie heureuse, c'est être dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à la méditation du Coran. Et Allah nous dit, Alam ya'ni lil-ladina amanu tashaa qulubuhum li dhikrillah. Le mana l'aïe, on s'en choua, parce que si le qulub dialogue t'asthar le kalam de l'Azza wa Jal. لذكري ولكلام زي ما وصلش الوقت فرج متى تخشع قلوبنا لكلام الله ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فالقلوب تحيا بتدبر القرآن بالخشوع لذكر الله عز وجل وكثير من المنفسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها الارض تكون ميته فيحيي الله عز وجل بالماء من السماء والقلوب كذلك تكون ميته وتكون مظلمه وتكون قاسيه فيحييها الله عز وجل بنزول الوحي من السماء اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها c'est pour ça que j'ai commencé c'est la vie du cœur quand on médite bien le Coran. Ça nous suffit d'entendre juste la lecture dans les prières et contre le Jumu'ah, ça nous suffit d'être bien dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on est bien concentré, on est bien touché, on lit bien le Coran, ça nous suffit dans ce qu'on lit dans les prières, ce qu'on entend le jour du Jumu'ah, ça suffit largement d'être dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour celui qui a un cœur, il a un cœur. وسمع قول الله عز وجل عندما كان يسمع القرآن هل كان يوصل يقرأ أم غيره ونسيت يعني هذا في كتب السيرة يجدونه في الرحيل في المكتوب عمر الناس كان يقرأ فمر قال جاء في باله قال هذا قول شاعر قال هذا في نفسي هكذا قال في نفسي هذا كلام يشبه الشعراء هذا قول شاعر فسمع الناس يقرأ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وإلى la réponse directement il a eu quelque chose dans son cœur il a entendu directement la réponse il a dit que j'y pensais que c'est un poète le prophète صلى الله عليه وسلم c'est les paroles d'un poète il a entendu le verset contre ça c'est pas la poésie il a بعد ذلك فكر قال قول كاهن سحر الكاهن هو الذي يخبر الامور الغيبيه مش عند كهان يقول غادي يوقع لك كذا وكذا وكذا هذا هو الكاهن اللي كيصدق الكاهن فقد كفر المنزل على محمد ففكرت في نفسي قال هذا قول كاهن فسمع الناس من يقرا وما ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا تنزيل من رب العالمين هذه الايات يعني بقيت في نفسي أثرت فيه لم يسمي في ذلك الوقت لكن يعني أثرت فيه هذه الإشارة الأولى الإنارة الأولى ومرة أخرى عندما ذهب إلى صيري إلى زوج أختي فاطمة بنت الخطاب كان أخذ السيد من أجل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لماذا تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
خصائرك وأختك أسلم فذهب اتجاه آخر. وعندما دخل عليهم عندهما كان عندهما خبز بالأرض واختفى عندما عرفنا عمر دخل ووجد صحيفة من القرآن فيها بداية سورة طه. قصة طويلة فقط لدى الاختصار. عندما قرأ الآيات أسلم تأثر وندم على ما فعل. انظر إلى حلاوة القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تعرفون هذا سمعته مؤخرا، القرآن الكريم كل سورة فيها كلمات غير مذكورة في السور الأخرى. كل سورة في القرآن الكريم، ليس هناك سورة في القرآن الكريم كل الكلمات ذكرت في السور الأخرى. كل سورة تتميز بكلمات خاصة بها. هذا أحد كشف أحد العلماء مؤخرا. وفعلا تضغط على أي سورة، عنده برنامج محسوب في هذا، تكتب له أي سورة يعطيك الكلمات الموجودة في تلك السورة، ولا توجد في كلمات حتى الفاتحة، في كلمة موجودة الفاتحة ما كاينش في باقي السور. وي لا ميديتاسيون دو كوران جي دي ميم يا دي جون دي سي با كرويا كونت اي زون لو قران دي توشي بار لو كوران كوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اي اوسي اي يا ميراكل دو كوران كونت كيلكا ان اكريفان ميم سي لي تري فور دون لا لونغ Et il doit toujours répéter les mêmes mots qu'il a utilisés dans les autres chapitres. Dans le Coran, on ne trouve jamais, il y a chaque sourate des mots particuliers, on ne peut pas les trouver dans les autres sourates. Chaque sourate, même le Fatiha, le Kawthar, Shani'at, on trouve le mot Shani'at nulle part. Al-Abtar, on le trouve nulle part. Vous connaissez le Coran. Iyaka na'bud, on le trouve nulle part. Iyaka na'bud, Iyaka na'bud. Ça veut dire que chaque sourate a des mots particuliers qu'on ne trouve pas dans les autres sourates. C'est Mohammed Sassoum qui a inventé le Coran. Il doit répéter les mêmes mots qu'il utilise, comme tout le monde. Là, chaque sourate, on a trouvé des mots qui ne sont pas répétés dans les autres sourates. Il y a aussi une histoire à l'Oustad Jamin Baris d'Arabie Soudan. في رحلة علمية، يعني كان هناك ملتقى علمي في السودان في قشبة ديال عشاء. طيب إن شاء الله. إلا بغيت نكمل هذه القصة ونخلي لكم الأسئلة إلا بغيتو. هذا حكى لي مختار جاب الله، هو يعمل في الاتحاد المدن الإسلامية في باريس. ومسؤول عن قسم المسلمين الجدد او الذين يريدون يعتنقوا يقول الاسلام، عنده قسم خاص. فهذا الاستاذ باريس في السودان كان هناك ملتقى علمي، فقبل ان يبدا الملتقى العلمي جاءوا بطفل صغير عمره 10 سنوات، فجاءوا به وبدا يقرا القران. فهو يقرا وهذا الفرنسي يخشع، يعني خشع قلبه، هو جده يقشعر يتأثر بالقرآن وهو لا يفهم شيئا من القرآن. فاستغرب فرجع إلى باريس وذهب إلى الاتحاد، فقال له أنا أحب أستفسر، أنا سمعت القرآن وتأثرت، يعني شعرت بالقشعرار، جلدي قشعر، فما يعني ما هو السر في هذا؟ لماذا يمكن تشرح لي؟ قال له هل قبل أن تفهم أم بعد أن فهم؟ قال لا أنا ما فهمت أصلا، فقط قرأ القرآن لم يترجم الآية، لم تقرأ الترجمة. قال إن الذي خلق هذا الجلد هو صاحب هذا الكلام، فأراد أن يعني المشكلة واحدة، الذي خلق هذا الجلد هذا هو صاحب هذا الكلام، فأراد أن يؤثر كلامه في هذا الجلد، يعني أمر هين. وبدأ شيئا فشيئا حتى دخل الإسلام الحمد لله، كل هذا بسبب سماع آيات لم يفهم منها شيئا. فإذا قراءة القرآن على الناس أمر مهم، وهناك آيات كثيرة لا تخصنا نحن. يا أهل الكتاب آمنوا، نحن لسنا من أهل الكتاب، لسنا من أهل التوراة ولا من أهل الإنجيل، نحن من أهل الكتاب يعني من أهل القرآن. أما قلنا أهل الكتاب المراد بالتوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها لنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، هذه آيات كثيرة تخص غير المسلمين. يا أيها الناس، إذن لا تقول أو لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن، لكن القرآن يخاطبه
خطاب القرآن أولى من خطابك أنت. يعني القرآن في قوة الإقناع، كلام رب العالمين أقوى من كلامك أنت. أم خلقوا من غير شيء؟ بمعنى إن هذا غير ممكن، لابد هناك من خلقهم. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ هل خلقوا أنفسهم؟ ما خلقوا أنفسهم. خلقوا من غير شيء؟ لا، لم يخلقوا من غير شيء، هناك من خلقهم. أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذن ما في بقي احتمال واحد، أن هناك من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض. وهل ادعى أحد غير الله أنه خلق السماوات والأرض؟ لم يدعي أحد، فثبت الدعوة له. مثل واحد يقول ديال من هذا قرر يقول لك ديالي، واحد آخر محتوى ما قال ديالي، هي ديالي. إلا جا شي واحد قال لا هي ديالي، هو نفس الناس كل واحد يجيب البينة ديالو. الله عز وجل قال أنا خلق السماوات والأرض، لم يتعرض عليه أحد. إذا يبقى الخلق له سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون من خلق؟ فكلام رب العالمين لابد أن ننشر، أن ننشر بين الناس. يعني واحد جارك واحد تعمل معه هدي له ترجمة بالفرنسية، قل له إذا أشكل عليك شيء تعال أجد لك الحل، يعني الآية المشكلة ممكن نفتح أبواب مفتوحة مرة مرتين في السنة، أبواب مفتوحة ممكن نقرأ بعض الآيات واحد يترجمها. سورة مريم مثلا عليه السلام، يعني كثير من الناس ينظرون إلى نظرة الإسلام ونظرة القرآن نظرة عداوة، أن هذا يعادي عيسى يعادي مريم يعادي، فما يسمعون كماذا يقول القرآن عن عيسى عليه السلام وماذا يقول عن مريم تتغير نظرته. هذا في القرآن نعم، هناك سورة تسمى سورة مريم، وما عندنا سورة تسمى سورة عائشة ولا سورة فاطمة ولا سورة خديجة مع يعني هؤلاء من سيدات النساء، مع ذلك الله ذكر سورة تسمى بمريم، ومريم ذكرت في القرآن 34 مرة ولم تذكر أي امرأة من أزواج النبي باسمها. وقال وأزواجه أمهاتهم، يعني حتى يعني من الناس يعني حقيقة القرآن الكريم أنهم ما يعرفون عن الإسلام إلا الصورة السيئة، لا يعرفون الصورة الحقيقية. نحن لا نعطي الصورة الجميلة عن الإسلام، لا نعطي الصورة الحقيقية عن الإسلام، الصورة الواقعية. عندو دوني ليماج غيال دو الإسلام، لا فغي ايماج دو الإسلام. لي جون إيزون أون موفيز ايماج سور لو سي أون سي بور سا سي أمبورتون de transmettre le Coran, de lire quelques versets, choisir les versets, de lire la traduction des versets, c'est très important. La fête des voisins, pourquoi on ne participe pas pour faire ce dialogue avec eux? Si on trouve des occasions, on peut faire un jour porte ouverte. Si on trouve des occasions pour lire le Coran, pourquoi on ne lit pas? On lit le Coran avec la traduction. Si on a l'occasion de faire des rencontres, débat, comment on disait, hiwar, dialogue religieux, c'est très important pour transmettre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on croit, nous, en Sayyidina Isa alayhi salam? La seule religion, c'est l'islam. Isa est venu avec l'islam. Moussa est venu avec l'islam. Ibrahim est venu avec l'islam. Makan Ibrahim, Yahudi, Nasrani, Rekhan, Hanifa. C'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste le prophète qui change. Et la manière d'adoration qui change, mais la foi c'est la même. Tous le peuple de Moussa alayhi salam était des musulmans, croient comme nous. Mais le peuple d'aujourd'hui, ce ne sont pas des musulmans qui disent que nous on suit Moussa alayhi salam. Ce ne sont pas des. Ils sont égarés. C'est pour ça qu'il faut transmettre ce message qui est la lumière du Coran. Et cette lumière, on va la trouver dans l'Akhira. On trouve ça dans surat Hadid et surat Tahrim. يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم. يعني يجدون النور يوم القيامة يمشون فيه إلى الجنة، يسعى بين أيديهم وبإيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. في سوره الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا، انظرونا معنا استنونا، بس شو معكم؟ اخذوا معكم تبعوا النور ديالكم باش تدخلوا الجنه معكم. يوم
يقول المنافق والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور إذا أردتم النور ارجعوا إلى الدنيا وخذوا هذا النور. احنا سرنا مشينا في نور القرآن في الدنيا ووجدناه اليوم، فمن لم يهتدي بالقرآن في الدنيا ولم يسير في نور القرآن لم يجد نورا يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا في نور القرآن ننور به قلوبنا وأن ننور به قبورنا وأن يهدينا به إلى الصراط المستقيم. إذن هكذا نرى كيف تغير حياة الإنسان ويصبح المؤمن فعلا حيا ويصبح سعيدا وكل مشاكل المجتمع تصبح في تعاون وتراحم بين الناس، كل هذا بسبب تدبر القرآن والعمل بالقرآن. الذين يقولون ربنا إننا إن في خلق السماوات والأرض ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، من هذا المنادي؟ قيل هو القرآن وقيل هو الرسول ينادي أن آمنوا، إننا سمعنا منادي، سمعنا القرآن يقول لنا آمنوا فآمنا، أيها الذين آمنوا آمنوا فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا هو
الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير. إذن كل آية كان قرار عشر مرة يكون في غير وجه واحد ذلك هو الفضل الكبير كان غير قرار واحد مرات يكون وجهان ثلاثة أوجه حسب الآية عندما بديت مثلا الذين من كتاب الله وأقاموا الصلاة كان وجه يقرأ من طريق الأزرق وأقاموا الصلاة تخيم الله وأقام الصلاة وأنفقهم مما رزقناهم سرا وعلانية هو الأول اللي كيخالف وأنفقهم مما رزقناهم خليه هو الآخر يعني نبدل الآخر اللي آخر الآية اللي فيها خلاف نبدل من آخر الذي يتم كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقهم مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فعند سرا وعلانيتي يرجون بدون غنى إدغام هذا خالف عن حمزة خالف عن حمزة يقرأ النون ساكنة والتنوين في الواو ما يقرأ بدون غنة إدغام غير غنة إدغام كامل. ثم كان ثم كتاب الله وقام صلاة وأنفقوا مما رزقناهم وهو قال وجه قال عنده وجهان وأنفقوا مما رزقناهم سرا بالإسكان إسكان الميم أو رزقناهم هذا وجه الثاني ويوافقه أبو ابن كثير وأبو جعفر قالوا عن نافع وابن كثير في الروايتين وأبو جعفر كذلك في الروايتين يعني أنا عشر قراءات كل قراءة في روايتين فحفص عن عاصم هي رواية من 20 رواية قراءة فيها حفص عن عاصم شعبة عن عاصم القراءة عندما يتفق حفص شعبة نقول قراءة عاصم عندما يختلفون نقول حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم إذا مجموعة القراءة العاصم هي عبارة عن 20 رواية كل قراءة فيها روايتين هكذا نقرأ ونشوف الرواية يعني نجيب الأماكن التي فيها الخلاف فنقول وأنفقوا مما رزقناهم مسرا وعلانية يرجون تجارة تبور ثم نرجع عند وش وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا بترقيق الراء شنو عندنا عاود كذلك المدود قال عندهم حركتين عندهم ربعة عندهم ستة والذي أوحينا والذي أوحينا وكل عندنا ولولو هذا لولو حمزة يقرأ بدل ولولو أن ولولو إن بالجر من أساور من ذهب ولولو إن بدل ولولو أ من ذهب ولولو إن
والوقف عندما حمزة يقف على همزة يخفف الهمزة ولوب لوب يقول ولولو فالهمزة تقول لي واو هل يؤمنون تقول لي يؤمنون قلت لنا اللولو هذا هي لولو هذا باختصار يعني ما غاديش تفهموا كل التفاصيل الله يسلمك لا تفضل هو سؤالين السؤال الأول كثير ممكن يظل وهو من كل شيء يعني هل قرات هذه؟ السؤال دائما نسمع عن القرابين اللي بسم الله. لا ممكن يظن إنه الإنسان هذا من القرآن هذا؟ إنهم جاتهم واحد الرجل قرا ولده هذا السؤال ممكن توضح ترى اللبسة الثاني حكم من تعدد القرآن بارك الله فيك وبجزاك الله هذه القراءات هم أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. القراء العشرة هم كانوا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي بالفضل. أفضل القرون قرنهم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم القراء العشرة منهم من مات 118 120 127 أغلبهم ماتوا في القرن الثاني الهجري وبعضهم تجاوزوا كانوا في بداية القرن الثالث الهجري في بداية القرن الثالث هؤلاء القرآن الأئمة العشرة الذين رووا القرآن عدد كبير من العلماء لكن المتأخرين من أجل التخفيف على الأمة لأن هؤلاء القرآن كانوا مشهورين وانتشرت قراءتهم وتفرغوا لها فاختاروا قراءة هؤلاء عن غيرهم مثلا الإمام نافع كان في المدينة يعني واشدها من مصر مش المدينة قرأ على نافع إن الرواية اللي كانوا في قرى المدينة من وراء هي رواية واش عن نافع قراءة نافع مش قراءة عاصم حفص عن عاصم عاصم كان في الكوفة رواية حفص الإمام نافع كان في المدينة كذلك عنده ورش إلى وقالوا كان معاه في المدينة قال المربيب ديالو قرأ عليه 20 سنة هو يقرأ عليه هذه القراءات كلها رووها عن الناس القراءة بمثابة الحديث لما كان قال حديث رواه البخاري وش البخاري هو اللي قال الكلام ولا الرسول اللي قال الرسول هو اللي قال الكلام القرآن هو كلام رب العالمين شكون رواه من رواه على من رواه ملك يوم الدين قرآن مالك يوم الدين قرآن ولولو مثلا ولولو قرآن ولولو قرآن هكذا روي رواه حمزه عن شيوخه الى النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هي عباره عن فقط ام هكذا رواه ونزل الحكمه وهذا كان في زمن الناس في نزول الوحي الناس قال انزل القران على سبعه احرف ونزل قال سبعه احرف سبعه اوجه القراءات كلها العشر او كل القراءات التي وصلت الينا لا تخرج عن سبعة أنواع من أنواع التغيير يعني الزيادة والنقص تغيير الشكل يحسب ويحسبه تغيير النقط مثلا تبلو وتتلو الحروف هي نفسها لأن القدر ما كانش في النقاط فتبلو وتتلو كتابة واحدة فهذه الأوجه التي إذا بمعنى القرآن كان يقرأ هكذا يقرأ هكذا في زمن المسلم حتى اختلف عمر مع صحابي اسمه حكيم بن هشام هشام بن حكيم بن حزام اسمه هشام بن حكيم بن حزام فسمعوا يقرأ سورة الفرقان في الصلاة يصلي بالناس قال فتصبرته كان يبغى يقطع على الصلاة ديالي يقرأ سورة الفرقان بطريقة غريبة بعد الصلاة قالوا من قرأ كذا قال من الناس فشدوا النداء مباشرة إلى الناس قال يا رسول الله أنا قرأت عليك سورة الفرقان تعلمت منك سورة الفرقان وسمعته يقرأ بغير ما أقرأ تاني قالوا قرأ يا هشام قرأ قالوا هكذا مزيد استغرب عمر قال حتى في رواية أخرى أنه دخله الشك يعني صار كيف هكذا أخرى ما قال اقرأ يا عمر قال هكذا مزيد يعني هذا قرآن وهذا قرآن وقال الناس نقرأ كما علمتم كل واحد يروي بالطريقة التي تعلمنا بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الأول إذا نحن نقول قراءة فلان مثل ما نقول حديث رواه البخاري أي هو الذي رواه بسنده إلى القرآن كذلك رواه فلان بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب عن السؤال الأول السؤال الثاني هناك حكمتان من تعدد القراءات الحكمة الأولى التخفيف على الأمة في وقت نزول القرآن العرب كانوا يتكلمون بلغات مختلفة يعني أنتم حتى أنتم تتكلمون الفرنسية لكن نطقكم يختلف عن نطق أهل باريس يختلف في كثير من الكلمات يختلف النطق
القرآن كذلك العرب كانوا يتكلمون ونطق مختلف عن يقول يقول والضحى الآخر يقول والضحى والثالث يقول والضحي كله وكله عربية فحتى لا يلزم الله عز وجل الناس كلهم لا يلزم كل الناس يتكلموا بلغة قريش كل واحد يقرأ القرآن باللغات المشهورة في ذلك الوقت ليس بكل اللغات لكن باللغات المشهورة فأذن الله عز وجل حكمة ثانية اختلاف القراءات يؤدي إلى إكثار المعاني ملك يوم الدين ما عنده علاقة باختلاف اللغات العرب كلهم يقولون الملك بمعنى الحاكم والملك الذي يملك أنا مالك القارورة لكن لست ملكا فالله عز وجل هو مالك وملك يوم القيامة هو الذي يحكم بمن الملك اليوم لله واحد القهار هو الذي يحكم وهو الذي يملك يتصرف يوم القيامة فيه كما يشاء سبحانه وتعالى فهو مالك وملك هذه حكمة ثانية أكثر من المعاني ولا تقربوهن حتى يطهر يطهر يعني قطع الحيض ولا تقربوهن حتى يطهر أي يغتسل يعني لا يكفي أن ينقطع الحيض ينقطع الحيض ويغتسل تغتسل يعني لا يجوز المرأة أن يقترب إلى أن يقترب من أهله إذا انقضى الحيض ولم تغتسل إذا لابد أن ينقضي الحيض وأن تغتسل القراءة تعطيك معنى آخر غير القراءة الأولى هذه أهم الحكم من اختلاف القراءة إن شاء الله سنختم إن شاء الله تعالى بشكر أخينا وشيخنا الكريم الشيخ سعيد المحليفي ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته وأن تكونوا قد استفدتم إن شاء الله تعالى من هذه الكلمات الطيبات ويتقدم إن شاء الله الأخ سعد الكريم بإعطاء هدية رمزية لشيخنا حفظه الله تعالى على ما خير شرفنا ذلك نؤذن ل أخيك بارك الله هذه هدية بسيطة للجميع إن شاء الله وهي ليس بجزاء ولكن بس لتزداد المحبة بين الجماعة بارك الله فيكم بارك الله فيكم كل سنة كما قال الشيخ إن شاء الله مرحبا دخلنا في البرنامج معنا البرنامج ديالو خسيري لكن إلى ريوسي أن ندوني سو تون لا الله سبحانه وتعالى يجزي أفضل جزاء جو بونس كو ميم لي جون سون تخي كونتون دو فو فوار Et Inch'Allah, l'année prochaine, Inch'Allah. Là, ils ne fougent pas. Maintenant, on regarde les visages, ils sont très contents. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa adhinu.